بسم الله الرحمن الرحيم. حميم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك من
كلمة الفصل لقضي بينهم.
ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو السماوات
يَنْتَصِرُونَ
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على Yeah.
شاء من عباده.
أَلَا